ترأس الكاردينال فرناندو فيلوني رئيس جمعية فرسان القبر المقدس في ألمانيا قداسة تشيني كنيسة القديس بولس الرسول اللاتين في منطقة جبيهة بالعاصمة عمان بحضور غبطة البطريرك بيرباتيسا باتسابالا وجمع من الأباء الكهنة وشخصيات رسمية ودينية وحشد كبير من المؤمنين. إلى التفاصيل. في عرس كنسي بهيج تم تدشين كنيسة القديس بولس الرسول في جبيهة بالعاصمة عمان بحضور غبطة البطريرك بيرباتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين والنائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال خضر وعدد من كهنة البطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسة وجمع كبير من أبناء الرعية. وتضمن حفل التدشين إقامة قداس إلهي ترأسه نيافة الكاردينال فرناندو فيلوني مندوب قداسة البابا فرانسيس رئيس جمعية فرسان القبر المقدس، والذي أشار في كلمة مترجمة إلى أن جمعية القبر المقدس قدرت حاجة العائلات التي تقطن الجبيهة بأن تكون لهم كنيسة تعمل على خدمتهم، فقامت الجمعية بتقديم الدعم اللازم. كما شكر الأب سامر مدانات راعي الكنيسة وقدم له حلة القداس كهدية من الجمعية، وشكر الآباء الذين سبقوه في الخدمة وكل الشخصيات المتبرعة التي ساعدت بإنشاء هذه الكنيسة وإتمام عملها وبنائها. الواقع أنا خلال هاي الفترة اللي كنت موجود فيها مع المؤمنين في رعية جبيهة مار بولس الرسول، شعرت ولمست قديش تعبوا قديش جاهدوا حتى يكون عندهم كنيسة. شو يعني هذا الكلام؟ كنيسة يعني بيت الله، سكن الله فيما بينهم. وأول ما إجاهم كاهن شعروا بقرب الله معهم، لأنه شمال عمان هي تقريبا أبعد منطقة في عمان، قريبة جدا للشمال أكثر مما هي قريبة نوعا ما لجنوب عمان. يعني إحنا بدنا تقريبا من 30 ل 45 دقيقة حتى نوصل من شمال عمان إلى جنوب عمان، فهي مسافة كبيرة. لذلك شعروا بقرب الله معهم لما إجاهم كاهن يزورهم يصلي في بيوتهم، ولكن في الفرق اليوم بيشعروا بسكن الله معهم. الكنيسة موجودة، لما بدنا نيجي نصلي بنصلي، لما بدنا نطلب من الله بنطلب، موجودين والباب دائما مفتوح لاستقبالهم. هذا هو الفرق. الفرق انه الفترة الاولى اللي كانوا المؤمنين يجاهدوا فيها حتى يكون عندهم كنيسة كان وقت الزرع، كان وقت التعب اللي نزرع كلمة الله، نربط الناس بربنا. ولكن اليوم الكنيسة بتنمي هذا الإيمان، هي المركز اللي فيه المسيح بينمي إيمانه، بيلتقي مع الله وبينال النعم الكثيرة من خلال الأسرار، سماع كلمة ربنا وطلب النعم لما الإنسان بيجي بيصلي لحاله. وبعد رفع الصلاة ألقى كاهن الرعية الأب سامر مدانات كلمة هنأ فيها جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة تسلمه جائزة الطريق إلى السلام، كما هنأ المطران جمال خضر بمناسبة سيامته الأسقفية. ووصف الأب مدانات حفل تدشين الكنيسة بأنه فرح تحقق بفضل العناية الإلهية، وانتظره أبناء الرعية بعد سنوات من التوقف لتكون كنيستهم بيتا لهم يدخلونها بحب وسلام. وختم قائلا نشكر الله تعالى على كل ما أصبغه علينا من نعم وعطايا، كما وجه الشكر لجمعية فرسان القبر المقدس التي ساهمت في بناء الكنيسة، وشكر ابن الرعية النائب عمر النبر وكل شخص ساهم وقدم مالا وجهدا وخدمة لهذه الكنيسة.
يوم أمس كان يوم الدخول المنتصر لكنيسة جبيهة بفرحة الناس، فرحة كاهن الرعية الحالي الموجود، فرحتي أنا، فرحة الأب لبيب اللي كان موجود، وأيضا الأب بطرس، للأشياء اللي ثمار اللي عشناها ونمت بوجودنا وبوجود كل واحد اللي شفناها مبارح. دخلتي كانت لطيفة جدا، اللي أشوف جهود الناس وتعب الناس وخير الناس ومحبة الناس اللي قدموا خلال الفترة الماضية، نشوفه أمامنا بحضور الكنيسة جمعاء اللي ممثلة بالكاردينال وغبطة البطرق والأساقفة وجميع الكهنة والرهبان والرهبات اللي كانوا موجودين. هاي هي الكنيسة جمعاء اللي نحن كنا نحلم فيها بجبيها وتحققت يوم أمس. فمبروك لكنيسة جبيها، مبروك للبطركية اللاتينية الأورشليمية، مبروك للكنيسة الجامعة في ميلاد كنيسة جديدة وتدشين كنيسة جديدة تخدم المؤمنين اللي حواليها. وقبل ختام القداس الذي شارك به البطريرك المتقاعد فؤاد الطوال والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور مولالي وعدد من الكهنة وفرسان وسيدات القبر المقدس وجموع حاشدة من المؤمنين، ألقى البطريرك بيتسبت سبالة كلمة شكر فيها جمعية فرسان القبر المقدس على تبرعها لكنيسة القديس بولس الرسول في جبيها، كما شكر أبناء الرعية وقال لهم لولا دعمكم المستمر لما كانت كنيستكم قائمة. أولا نقدم الشكر لنيافة الكاردينال فرناندو فيلوني وهو رئيس الفرسان القبر المقدس، جمعية فيها أكثر من 30,000 عضو في العالم كله، الممثلين هنا باليوتينونت والجوبرناتور والمهندس رينالدي، وبدون مساهمة الفرسان معظم الأمور الموجودة في الأردن من مشاريع البطريركية اللاتينية كان ما كانت موجودة، فنقدم الشكر لفرسان القبر المقدس لذلك. And conclude. One thing is beautiful, like it, the Knights were supported this project, but without the commitment of the local parishioners, families that are already been mentioned by the parish priest, this project wouldn't even started. طبعا مساهمة الفرسان كانت كثير مهمة، ولكن لولا مساهمة أهل البلد العائلات الموجودة هنا كان هذا المشروع حتى ما بدأ. So, once again, thank you. شكراً للجميع. The church is blessed. Tomorrow, سيدنا جمال will start solemnly and officially his service as new bishop for Jordan. Tomorrow at 10:30 in Sayyidat Salam. دشنة الكنيسة وغد سيبدأ سيدنا جمال خدمته الرسمية هنا كأسقف هنا في الأردن في كنيسة سيدة السلام. We have new churches, new bishops. We want to become also a new wonderful community. لنا كنائس جديدة وأسقف جديد ونريد أن نصير جماعة مسيحية جديدة وجميلة. مبروك وشكراً. وتعود فكرة تأسيس رعية اللاتين في جبيها إلى الأب لبيب دعيبس أحد كاهنة البطريركية اللاتينية بعد تعيينه كاهنا لها عام 1988. أنا بطلع على هيك كيف الكنيسة صارت حلوة وخالصة، بعرفش لمين حكيت، مش متذكر، وأنا هون يعني أثناء التدشين بقولهم أنا اسمحوا لي أقولكم أنا حلمت بالكنيسة بناءها ضخمة كبيرة ممتازة، وحتى حلمت بالعشاء اللي عملنا اليوم. ليش؟ كان في شخصيات كبير كاردينال من الفاتيكان، فحلمت فيه، وقد ما الفكرة كانت مسيطرة علي كتير، بناء الكنيسة وشغل الكنيسة كان مسيطر على مخي كتير، لدرجة كانت ترجع لي بالحلم أحلم بالكنيسة، ويعني الأمور كيف كانت تمشي بالكنيسة. واليوم عملنا التدشين كان كتير حلو، أنا انبسطت كتير. ليش؟ التعب اللي حطيته أنا
واللي حطوه زملاء الكهنة أبونا طارق وأبونا بطرس وأبونا سامر. هالجهد يعني صح الخوري بتغير، المطران بتغير، البطرق بتغير، البابا بتغير، بس الرسالة بتكمل، ما بتوقف الرسالة، بتضل ماشية. فأنا اليوم شفت الوضع كتير كنت مبسوط وكتير كنت مرتاح، وراجع الضفة بنفسية كتير حلوة. يعني بدي أقول لك أبونا يعطيك العافية، واللي سردته هلأ يعني أنا شاكرة إنك مشاركتك بهالخبرة الحلوة، وأكيد في تفاصيل أكثر ما انحكت، أكيد اختصرت كتير عشان الوقت كتير كتير، لكن من هذا الشيء بتحس إنه هذا عمل ربنا. يعني كانت ربنا. نعم عمل ربنا ونعمة ربنا، ودائما بقول اللي ربنا فيه على العمل والروح روحانيتك وصلاتك وصلوات أبائنا اللي كانوا موجودين هون بالكنيسة اللي استلموا كمان محل لك، آمنوا في هذه الرسالة وآمنوا في هذه الحاجة وصلوا من أجلها، وربنا طبعا إلا يستجيب لصلواتكم. فيعطيكم العافية يا أبونا، وتضلوا نيالي اللي بيبني بيوت الله. الله يسعدك. اللي بثت حفلة التدشين ما قصرتوا كمان. وقد كان يقطن في جبهة عام 1980 قرابة 200 عائلة مسيحية، أخذت أعدادها بالتزايد مع تأسيس مدرسة الرعية في عام 1993. أما اليوم فثمة 1200 عائلة تتبع الكنيسة اللاتينية في جبيها، وتخدم كنيسة القديس بولس الرسول الجزء الشمالي من محافظة عمان، والتي تحوي قرابة 12 ألف مسيحي ومسيحية. ويذكر أن الكنيسة الجديدة التي تعتبر من أكبر كنائس الرعاية الأبرشية تسع قرابة 1000 شخص، وهي مجهزة بقاعة كبيرة وعدد من المرافق الأخرى، الأمر الذي يسمح لأبناء الرعية بالاحتفال بالأعياد الليتورجية والمشاركة بنشاطات الرعية بطريقة ملائمة.